السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الليد. الليد هي Leadership in Energy and Environmental Design. ده نظام متخصص في تصنيف المباني كذا في الطاقة وتصميم البيئة. ده نظام أمريكي. في أنظمة تانية زي مثلا البريم في بريطانيا، في نظام اللؤلؤ في الإمارات، في نظام الجيساس في قطر، في نظام الأرز في لبنان، في نظام في مصر اللي هو الأهرامات لسه لم يطبق. بس النظام اللي موجود بتاع مصر تحفة، يعني في شوية مزايا مش موجودة في أي نظام تاني، زي موضوع البيم، تاخد درجات على تطبيق البيم. طيب الليد هو الأشهر حتى الآن، وكنا بنشجع بقية الأنظمة العربية بس هي الليد هو الأشهر، أغلب الدول شغالة بيه وأغلب الناس بتسأل على الشهادة بتاعته. تمام، فهو الفكرة كلها ليه الأنظمة ديت؟ الأنظمة دي لأن احنا عايزين نعمل مباني صديقة للبيئة، لأن تأثير المباني كبير جدا. يعني على سبيل المثال في أمريكا مثلا 38% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني، 13% من استهلاك الماء للشرب صالحة للشرب من المباني، 93% من استهلاك الكهرباء في أمريكا مباني. تمام، فعشان كده بدأوا يفكروا نعمل نظام يحاول يقلل تأثير المبنى السيء على البيئة ويوفر في المياه ويوفر في الكهرباء. دي العوامل الأساسية. فهم قالوا احنا هنعمل بعض النقط الأساسية اللي هنبدأ نشوفها، زي التكامل في العمل، الموقع، وسائل النقل، الموقع المستدام، الكفاءة في استخدام المياه، الطاقة والجو المحيط، الموارد والمصادر، جودة البيئة الداخلية، الابتكار، الأولوية الإقليمية، يعني متناسب مع الإقليم ولا لأ. دي حاجات أساسية بنقيم على أساسها المبنى ونبدأ نشوفه ياخد أنهي تصنيف. تمام، يعني احنا عندنا كذا تصنيف، في مثلا إن هو معتمد وخلاص، في إن هو فضي سيلفر، في إن هو ذهبي جولد بلاتينيوم. تمام، فأنت المفروض إن أنت في تقييم للمبنى، إن أنت بتسجل المبنى وبتبدأ تشوف النقط متحققة ولا لأ، وبتبعت لهم وبدأوا يشوفوا الحاجات دي. طيب احنا بنتكلم كأشخاص ازاي بقى انجح في الاختبار. طيب هو في امتحانين، في نوع جي اي وده للسهل جدا ومش محتاج ان انت تكون خبرة ولا محتاج ان انت تكون شغلت في مشاريع قبل كده، وفي الاي بي ده بيعتبر تتخصص بقى، تبدأ تشوف مثلا هتخصص في المباني، هتخصص في المجتمعات العمرانية، تبدأ تشوف ايه المجال اللي يناسبك اللي انت عايز تخصص فيه، وده بيكون محتاج مذاكرة اقوى. طيب الليد جرين اسوسيتد اللي هو الليد جي اي، وده سهل جدا وسهل ان انت تنجح فيه. اول حاجه لازم تعملها ان انت تقرا الكانديديت هاند بوك، في كتاب صغير كده بيقول لك الامتحان عباره عن ايه وتذاكره ازاي والخطوات وكده، لازم تقراها لانه ممكن مثلا مش شرط ان انت مثلا تكون واخد معاك يعني الباسبورت بتاعك ويكون الاسم الانجليزي وهكذا، في حاجات معينه على اساس ما تحصل لكش مشكله تكون مذاكر وراح الامتحان وتلاقي مشكله. تمام، فلازم تقرا الهاند بوك الصغير دوت، ده مش بيتكلم عن الليد، بيتكلم عن الامتحان هيبقى عامل ازاي. طيب في كتب كتيره جدا في موضوع الليد، بس هو كتابين اساسيين حاول تركز فيهم. اول كتاب اللي هو ليد كور كونسبت جايد، ده كتاب في حدود 100 صفحة بيعتبر مدخل للليد. تمام، وفي كتاب تاني اللي هو الليد جرين اسيتد براكتس تيست. انا هحط لك الكتابين اسفل الفيديو بحيث ان انت تشوفهم. تمام، وتقدر تطلع عليهم وتقدر تشتغل عليهم. اهم حاجة ان انت تحل امتحانات كتير، تحل امتحانات كتير، هتلاقي امثله كتير من الامتحانات، هحاول احط بعض الروابط. كتر الامتحانات الاسئله بتتكرر، فممكن تدخل الامتحان تلاقي 80% من الاسئله انت حليتها قبل كده، فمن غير ما تقرا تلاقي نفسك عملت حل. تمام، احاول ان انت ما تخش الامتحان غير وانت وصلت مثلا عملت محاكاه للامتحان ووصلت في حدود 80% مثلا او 90%، تلاقي الموضوع بقى سهل معاك باذن الله. في نقطه تتكرر في الامتحانات كتير وهي بيسألك عن المصادر بتاعة هنعتمد انهي كود. تمام، فاغلب الاكواد اللي هي الاشري والاي اس تي ام والاسمكنة والحاجات دي حاول تركز عليها، هتسهل عليك كتير جدا.
تمام. طيب اذاكر قد ايه؟ هو يعني في المتوسط، في المتوسط لو قدرت تذاكر مثلا ساعة ساعتين كل يوم، وفي الاخر الاسبوع تكثف المذاكرة بتاعتك 5 ساعات وكده، ممكن في خلال شهر تدخل الامتحان. طيب اخد كورس ولا ماخدش كورس؟ هو الاصل ان هو بالشرط اساسي، يعني في بعض الحاجات مثلا زي البي ام بي بيشترط ان انت تاخد كورس، لا في الليد مش مشترط ان انت تاخد كورس، بس انت لما تاخد كورس هيوفر لك وقت كتير، وهيركز على النقط اللي بتتكرر في الاسئله لو انت داخل الكورس مع حد يكون موثوق فيه وحد يكون خبره في الموضوع دوت، هيسهل لك كتير بدل ما تقعد تقرا كتاب وانت مش عارف ايه النقط المهمه. فموضوع الكورس ده مفيد جدا، ان انت بتحتك مع حد يكون شغال في المجال، ممكن يفيدك اصلا يعني خارج كمعلومات وكشغل، ممكن تكون في بعض النقط مش مفهومة هو اشرحها لك. فانا افضل ان انت تاخد كورس. الامتحان بيبقى عبارة عن 100 سؤال اختياري، تمام، فانت بتقعد تختار، ولو جربت موضوع حدي بادي غالبا مش هتعدي، فلازم تكون انت محل اسئلة كتيرة عشان تعدي من اول مرة. والموضوع بسيط وناس كتير بتعدي من الامتحان محدش يقلق، ومجرد بس ان انت تقرا الكتاب كويس وان انت تحل اسئله كتير، ان شاء الله تلاقي الموضوع ميسر باذن الله وبالتوفيق دايما. طيب لو حد عايز كورسات اونلاين او حاجات يسمعها، كان في كورس ليد للمهندس سليم زيد، هحط الرابط بتاع القناه بتاعته برضو، كان ادى محاضرات كويسه جدا في اكاديميه الدارين، وعمل محاضرات بعد كده على القناة بتاعته، فأنا هحط القناة بتاعته وتابعوها بإذن الله.